أسلوبي لغتي العربية فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أكتب حتى أشتهر لا ولا أكتب كي أرقى القمر. أنا لا أكتب إلا لغة في فؤادي سكنت منذ الصغر لغة الضاد وما أجملها سأغش. اليوم سوف أحكي عن لغة نشاط عن لغة العربية. لغتي العربية لغتي حرف الضاد أفتخر بها. لغتي عربية أصيلة كريمة وحكيمة مشرفة بأنها لغة قرآننا فتعلموها وعلموها لأطفالكم بها لسوف تحيا أمة قرآننا وتحلو بها حياة الأحرار. مرحبا بكم، اليوم سأتحدث عن أحد الشعراء والعلماء في علم الموسيقى وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي، عالم اللغة وواضع علم العروض ومتبحر في الشعر والموسيقى. أفاخر وأنادي لغتي يا فجر المأجادي، أفديك بروحي وأفوادي وأصونك رمزا لبلادي. لغتي وأفخر إذ مليت بحبها فهي الجمال وفصلها التبيان. ما اصطفاك الله فينا عبد. لغتي العربية تزهو بحروف سحرية، تزهو بحروف من نور في شفتي مثل الأغنية. العربية أفتخر فيها وبكل حروفها ومعانيها وبكل نصوصها وقوافيها. مرحبا، اسمي ضمائر الغائب وأنا أحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن. فقال الشاعر: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعلها وسره في الضاد. كرو المؤنث. سأحكي عن أسماء الحيوانات والمذكر والمؤنث. المذكر جمل، المؤنث ناقة، المذكر ثور والمؤنث بقرة. لغتي لغتي العربية أكتب حرفي أكتب لي أغنية.